هو اسمعني بس، انا عايز اسال الاستاذ عبد الرحمن. طبعا انا اشكره جدا انه اشاد بالقضاء وبالاحكام اللي اصدرها على علاء وجمال ومبارك، واتمنى انه يعني هو والوالد يعودوا ويخضعوا للقضاء ويطعنوا في الاحكام بعد الصادره إذن ضدهم. حضرتك مش مسموح فدي لحضرتك تجيب سيرة السؤال ده الوالد على لسانك الرئيس أصلا. الشعبيه ازاي؟ لا رئيس والدي الشعبيه ازاي؟ سيد محمود، سيد أنا محمود، ممكن أجيب سيرة والدك ووالدتك. يا سيد بعد محمود، إذن سيد محمود، حضرتك أرجو ألا تشخصن الأمر يا تلزم سيد محمود. حدودك، أنت بتتكلم يا فندم معايا سيد عبد الرحمن، أرجو بس أن تترك الأمر لي. بس سيد محمود أرجو ألا تشخصن الأمر، أنا أتحدث عن حدودك وتخرس علاء وجمال مش كل مبارك. من هب وده بيجيب سيرة الوالد. مش معنى أن حضرتك ما يصحش كده، ما يصحش كده. لا 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 يصحش منك يا سيد، مش انت اللي هتعلمني اللي يا صح واللي سيد ما يصحش. محمود، سيد محمود ارجوك، انت انا بسالك عن حراميه طيب ولاد حرام. طيب انا بسالك عن سؤال محدد، ارجوك مالكش دعوه ولا بالشيخ يوسف القرضاوي ولا بعبد الرحمن القرضاوي. خلينا في اجابه حضرتك، اتفضل. انا بس حضرتك، هو بيقول انه ازاي نقيس الشعبيه، فانا بقول طيب انا بسال حضرتك ازاي نقيس شعبيه الناس اذا كان كويس. اتفضل. بيمشوا في وسط الناس عاجب ونقعد نقول دي ناس متاجره وناس متزوره، وان يعني دخلوا السجن وخدوا احكام فنعجبنا الاحكام في حته ونزعل ونتقمص في حته تانية. فيعني انا الحقيقه شايف ان المشهد يعني بالكامل هو مشهد عبثي. انا اتصور انه دول اتنين مواطنين، هناك حنين إلى أيام مبارك. أي حد ينكره أو يقعد يفصص هذا الحنين، أوضاع المصريين الآن أسوأ من 6 أعوام مضت، وعشان ما تقوليش عبد الفتاح السيسي، أوضاع المصريين الآن أحسن من 3 سنوات مضت ولكنها ليست أفضل من 6 سنوات مضت. يعني إحنا بنقارن السيسي بمرسي، السيسي بالنسبة لمرسي كويس، بنقارن السيسي بالنسبة لمبارك لا مش كويس. فحضرتك بقى هذا المشهد وهذا الحنين يعبر عن فشل، اعترفوا بقى، اعترفوا بقى، فشل ثورة يناير، فشل هذا العبث والخرج من السجون وكل الانفلات الأمني وكل الحاجات دي فشلت، فشلت من يوم أحمد شفيق خد 5 مليون صوت، فشلت ثورة يناير. يعني دول 5 مليون صوت خدهم أحمد شفيق، جابوا جم منين؟ مش 1% زي ما صديقنا بيقول. يعني أنا بشكره على إشادته بالقضاء، وزي ما قلت طيب يعني يا سيد محمود، عفوا عفوا سيد محمود، أنت يعني رغم أن أنت شايف أن ثورة يناير فشلت لكنها هي التي أتت بالرئيس الحالي السيسي، لكن على أي حال أنت تشيد برجل القضاء قال عليه مبارك اللي هو مبارك أنه سرق بشكل أو بآخر من أموال الناس، تشيد برجلين القضاء قال عليهما أنهم قاما بسرقة أموال الشعب المصري وحكم عليهم بعدد من السنوات، فأنت تشيد بسرقة وفقا للقضاء مش لكلامي. لم تكن استيلاء على مال عام، لم يثبت ان مبارك استولى على مال عام، هو اهدار لمال عام. اموال القصور الرئاسيه كانت ايه؟ ما هو حضرتك هو الراجل جاب شركه المقاولين العرب بدون مناقصه، والاستاذ جمال مبارك كان بيستخدم بعض ادوات الرئاسه مثل التليفونات والحاجات اللي زي دي. يعني هنا نقدر نقول انه المحكمه شافت انه في نيه او ما شافتش انه في نيه، دي مساله بقى ترجع للمحكمه، انما لم يتهم بسرقه، دي اسمها اهدار، وتختلف عن الاستيلاء بالمناسبه. يعني هناك استيلاء على مال عام، هو لم يثبت في حقهم في اي شكل من الاشكال، لانه اصلا الاستيلاء يفترض انه السيد جمال مبارك موظف عام وهو ليس موظف عام. فحضرتك السيد جمال مبارك راجل غلط غلطه يعني دفع ثمنها والمحكمه ارتأت، نحن نحترم احكام القضاء، واتمنى من الجميع انهم يحترموا احكام القضاء قبل ما يقولوا انهم حرامي بلغته الفخيمه ويقول هذا الحرامي. فطيب حضرتك احترم القضاء، والقضاء شوف قال على كل واحد، ما قال على مرسي مجرم، ليه بنزعل بقى لما بيقول على مرسي مجرم ونقول قضاء مش نزيه؟ يعني انا عايز افهم هذه الازدواجيه الفجه بتيجي منين يعني؟ محمود يعني الناس اللي عندها هذه الجراه في الازدواجيه بتجيبها منين؟ نائب مدير مركز الاتحاديه لشؤون لك رد علي؟ طبعا طيب. طبعا طبعا اولا طيب. اولا انا لم اشد بالقضاء، انا قلت ان عليه حكم قضائي ولكني لم اشد بالقضاء العظيم، انا قلت ان عليه حكم نهائي. بعد اذنك انا ما قطعتك وثلاثة انتظر يا سيد محمود، غلط انتظر يا سيد محمود ثانية. ارجو الا تقاطع في نقطه مع احترامي الشديد، مش عايز اقول انه بيكذب فيها، لكن منطوق الحكم اللي صدر ضد الحرامي حسني مبارك والحرامي جمال مبارك والحرامي علاء مبارك بيقول ايه؟ استولى، اللي هو بيقول ما فيش استيلاء، استولى المتهم الاول بصفته موظفا عموميا، اللي بيقول لك مش بصفه موظف عمومي، بصفته موظفا عموميا رئيسا للجمهوريه وسهل الاستيلاء بغير حق، ده منطوق الحكم النهائي، استولى
وسهل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة وهي مبلغ 125 مليون و 779 ألف و 237 جنيه و 35 قرش من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة، وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة وإلى أخ إلى أخ. فهو لا، تهمته أنه حرامي استولى وسهل الاستيلاء. طبعا. فاللي يقول لي ان هو مش حرامي الكلام ده مش صحيح. طيب، لكن هو بيقول لك كلام بيبدو منطقي، بيقول لك ما فيش حد يستطيع ان ينكر ان في بعض الحنين لعهد مبارك مقارنه بالعهد الحالي. مش بس كده، هو بيقول لي اعترفوا ان ثوره يناير فشل. لا، احنا هنعترف ان احنا انهزمنا في جوله، وهنعترف ان احنا الناس اللي بتحن المبارك ديت غلطنا وما استفادوش من ثوره يناير، ودي مراجعات احنا بنعملها علنا بالمناسبة. مسألة انه يقارن لي بين مرسي يعني بيخوفني عايز يحطني في مركز الدفاع عن الدكتور مرسي، انا مش هدافع عن حد. انا دلوقتي موضوع الحلقة هؤلاء وليس ده. عايز نعمل حلقة تانية نشوف فيها التهم الموجهة للدكتور مرسي نعمل. طب هي علاقة النظامين ببعض ايه؟ نظام مبارك ونظام السيسي. هي الفكرة في ايه؟ هو 60 سنة حكم عسكر، جه في النص فيهم سنتين ونص ثورة يناير. هو عايز يثبت ان كل مصر فيه دلوقتي بسبب السنتين ونص، مش بسبب الستين سنة اللي قبليهم ولا بسبب الثلاث سنين الكارثيين اللي بعدهم. وده بصراحة يعني اللي من يطالبنا بالإنصاف وبالمنطق، هل ده منطق؟ هل ده منطق ان انت هتاخد الجملة الاعتراضية السنة ولا السنتين اللي في النص دول وتسيب كل الستين سنة اللي قبليها والكوارث اللي حصلت بعديها؟ ثم حتى لو افترضنا ان انت هتقارن بين عهد السيسي وعهد مرسي، مع احترامي يعني لا مجال للمقارنة. الانهيار يومي، يوميا البلد بتنهار. نعم، يعني سيد محمود، هو النظام الحالي والرئيس السيسي نفسه بيتحدث على أن 30 سنة الأخيرة هي التي أودت بمصر لهذه الحالة من الانهيار الاقتصادي أو الانهيار على جميع المستويات. ده كلام السيسي نفسه وكلام النظام، وهو علشان يصلح ده محتاج عشرات السنين وصبر عشرات السنين من قبل النظام. إذن كيف أن يعني هو نفسه بيقول أن النظام ده كان نظام فاسد، نظام أودى بمصر ووضعها على حافة الهوية إن لم تكن الهوية. ما رأيك؟ اسمح لي، هو زي ما حضرتك قلت الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي اتى بيه ثورة يناير، فهو يدين لثورة يناير ببعض الفضل، ربما لا يريد ان يعني دي بيتقال عليها بالانجليزي politically correct، يعني هو بيبقى عارف انه في بعض الاشياء اللي مش صحيحه لكن بيرددها لانها بترضي بعض الناس، زي مساله انه 30 سنه فساد، هو عارف انها ترضي بعض القطاعات اللي عندها شويه غضب من مبارك. لكن اسمح لي بس عشان الاستاذ عبد الرحمن مره تانية، ويعني هو بيتكلم عن احكام القضاء. طب يا استاذ عبد الرحمن، ومن غير زعل يعني ما تاخدش الامور بشكل زعلان، المحكمه لا. قالت المحكمه يا سيد محمود مره اخرى احنا بنتكلم على علاء وجمال، وحضرتك الحقيقة ما جاوبتش على سؤالي. هو نظام مبارك في من وجهة نظر الرئيس الحالي ومن وجهة نظر القضاء كان فاسدا، فلماذا أنت الآن تقول أنه لا، نظام يجب أن يعود ونظام الناس مشتاقة لنظام فاسد؟ حضرتك فرق بين حاجتين، بين النظام السياسي وبين المؤسسات الدولة. كويس. بس حضرتك معلش اسمح لي يعني عشان أنا يعني أصلاً أنا مش هاجي أرد على الكلام، ومش مسألة شخصية، ولكن الأستاذ عبد الرحمن يوسف هو متهم بالتحريض على المحكمة، قالت كده. يعني هو زعلان على جمال مبارك، وهو المحكمة قالت في حكمها إنه بيحرض على مؤسسات الدولة والقيام والسخرية من رئيس الجمهورية وإسقاط النظام الحالي وإثارة الفتنة وإشاعة فوضى. يعني انا فخور ومعترف بكل التهم دي، وده من ايام حسني مبارك، انا بعمل كده من سنه 2003 بشكل منظم وسعيد جدا بالموضوع دوت، والناس بتاخد صور معايا في الشارع وبتاخدني بالحب، وملايين رددوا اشعاري عشان كده. يعني خلاص كويس، الراجل بيقول لك انا ما عنديش مشكله مع الاتهام دي ومعترف بيها ان هو ضد النظام الحالي في مصر. بيبلع على علاء وجمال، هو بيقول انا بحرض وبعمل فتن وبتاع، هو بيحرض على علاء وجمال لانه الان جمال مبارك الجماهير بتهتف ليه، وفي ناس تانية مش عايز اقول بقى اسماء كتير كلها معدوده ومعروفه ممنوع حتى انها تمشي في الشارع يعني. طب خلاص يا سيدي افتحوا الميادين، اذا هو كده افتح الاستاد، افتح الاستاد للالتراس ووريني جمال مبارك هيخش ولا لا، وافتح الميادين وورينا جماهيريه انه الحلوين بتوعك. يا استاذ عبد الرحمن
حضرتك تجاهلت ان الفريق احمد شفيق في عز يناير وفي عز الميادين وكنت بتحرقه في مقراتنا وكنت بتعمله كل كنت حضرتك في حمل المرشح الفاشل عبد الفتوح ده اللي هو مين اللي هو فشل يعني في ولا, يعني ولا في حكم صدر عليا او بيتجهز لي ان انا حرقت مقر حمله شفيق طيب وانا ما اعرفش محمود